حته وسخه، منطقه وسخه. اللي اشطنه ضحك عليه وفكر ان هو ممكن يتكلم على حماصه، ولا حماصه ده عظمه طريه يتاكل بنص درس. يبقى لازم يفوق، لازم يفوق عشان ما تاخدوش الجلاله وتاخد اللي خلفوه. معاش ولا كان اللي يقدر يعملها. مين ده اللي السجن يبلغ عن زينه رجال مصر القديمه بحالها؟ اهو استجرى وعملها وتلاقيه سمعنا دلوقتي وبيتحسر على خيبته السودة وبيتحسر على تمن المكالمه اللي فاحت في الهوا. هو فعلا بيتحسر يا استاذ حماصه، بس مش على تمن المكالمه اللي راحت ولا على خيبته السودة. لا، هو بيتحسر على اهله وجيرانه والناس اللي اتربى في وسطهم. رجاله السيده، رجاله السيده الجدعان قوي اللي محدش فيهم اتهزل اللي بيحصل ده، ولا انتفض في رقبته عرق نخوه لوجه الله. ايه اللي بتقوليه ده يا استاذ؟ الحقيقه يا عم نعيم، الحقيقه اللي كلكم شايفينها وباصين في الارض عشان خايفين من البلطجه والبجاحه. لا يا استاذه، عيب عليك الكلام اللي انت بتقوليه ده يخرج من واحده محترمه زي حضرتك. والله عيب اللي انا بقوله، ومش عيب لما بلطجي زي ده يحول الحاره الوكر للمخدرات ويعكس كل بنات الحته قدام عينيكم في الراحه والجايه وانتوا واقفين بتتفرجوا، وشايل واحد زي محروس الغلبان فرش حشيش يسرح بيه على زباينه. لا وايه، يلطش فيه قدام عينينا كلنا واحنا واقفين بنضحك. يا فرحتي بيكوا. خبص حشيش بس يا حشيش. بس يا حشيش ايه لف التعتاره يعني؟ اما انت اعترفت اهو يعني. اعترف ده ايه يا بتاع انت؟ ليه؟ هو انا واقفه قدام قاضي ومش واخده بالي؟ ايوه انا اللي بلغت عنك يا حماصه، ويا رب يا رب كده تدب فيك الرجوله وتفكر انك تمد ايدك عليا او تمس شعره مني. يمكن يمكن حد فيكم يفوق من الغيبوبه دي. صلوا على النبي بقى يا اخوانا. مش هي دي يعني؟ ايوه هي دي. طب اهو. لا 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 مش هيحصل. ايه يا ابني؟ لا 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 مش هيحصل. ايه ده؟ لا والله يا عم فين انت؟ عارف انت فين؟ مش هيحصل. زواوي هقول لك انت الدنيا عصايه. بس يعني وانا عشان مقطوع علي العهد ان انا ما مدتش ايدي هتبدع على رجليا؟ ده كلام يعني يا مولانا؟ طب وماله؟ وماله؟ والله العظيم اشد مننا واكبر وخدع على ظهره. ويا سلام على الجلد، ويا سلام على الصبر. انا مش هسيبك يا مفروض، مش هسيبك. ايوه ايه، ما تجمد شويه يا عم الحاج. ده انا قلت دي ايه، دي ضربه راجل لا مؤاخذه. اضرب جامد يا عم، كفاره والله. الله اكبر. بدل يا عدوي، بدل ارفع 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 ارفع. الله الله. محروس ابو خاطر اخر صفر على الشمال، واصغر كلمه في الهامش، وارخص جثه مستغله في اي مصلحه ومستعبده بتراب الفلوس. ولو فتحت الكادر شويه وشفت الصوره من بعيد هتفهم بقى ليه حماصة نونو مستاوي على محروس وهو ضامن ان مفيش مخلوق في حارة الدراويش كلها ممكن يمنعه او يقف قصاده. مين اللي ممكن يعمل كده؟